أتمنى لك يوم سعيد. $100. أهو الباقي بتاعك. أتمنى أشوفك تاني. ها؟ أتمنى لك يوم سعيد. ها؟ فين القفص؟ أوبس. إحنا محتاجين قفص زيادة. لأ، خلي واحد بس. إحنا هنفكر في حل. أنا عارف. وده اللي كسب معانا. أنا مش هستسلم يا كيني. أنا كيفن. الأرنب هيفضل هنا. انسى الموضوع ده. تقدري تمشي معاه. انت عايز تفضي المكان وهما الاتنين هيفضلوا. ايه؟ بنات يلا. ها؟ بنات؟ المديرة قالت لا. احنا لازم نلاقي طريقة. يعني المفروض نعمل ايه؟ نبني بيت للاتنين على حسابنا؟ اها. لا لا لا، دي خطة كويسة. اوكي. استنى، دي فكرة عبقرية. ده اللي محتاجينه بالظبط. هنا هنحط الأكل والعجلة ومنطقة الألعاب. بيت الأرنب هيكون رائع. والهامستر. الهامستر. الأرنب. الهامستر. كورتني. أندي. ها؟ أوكي، هيشتركوا فيه. حلوة قوي. ها؟ أهلا يا شباب. انت قوي قوي. ها؟ واو، انا اللي عملت كده. هاي يا مشتركين. ايوه، بكل سهوله كسرت الطوبه بايدي. علقوا تحت هنا المفروض اكسر ايه المره الجايه.
تمام قوي. أها. أها. هايل. واحدة تانية هتبقى تمام. إيه سبب المتعة دي كلها؟ ده شيء مسلي. أوه. ممكن أجرب أنا كمان؟ مش متأكد من الموضوع ده. أنا كمان عايز. ما علينا، أي حاجة. ها؟ احنا انبسطنا قوي. قلتلي. انا مش فاهم ليه لازم استحمل كرة الشر اللي من الفرو دي حواليا. ما تقلقش، انت هتمشي بسرعة. ايه اللي خلاك تفتكر انهم هيطردوني؟ انا جميل. بالظبط، انت هتكون حلو على ترابيزة العشاء. هنشوف الموضوع ده. جميل جداً. لا، أنا عندي فكرة مختلفة. أنا عاجبني المكان، التصميم صديق البيئة ده شكله لطيف جدا. البحيرة هيكون شكلها تحفة في الغابة. بحيرة؟ أنت بتهزري؟ ها؟ واو، أنا ما كنتش أعرف إنك بتشرب كتير كده. طيب. ها؟ أوبس. أوبس. ها؟ أو. اللي بيأكل لازم يكون لطيف كمان. تحفة فنية حقيقية. كلي يا جميل. ازاي نقدر نمشي؟ هو لطيف قوي. انا قلت كده. انا عارف، انا بس مش عاجبني. أوضة اللعب بتاعتك، كل ده للأرنب والهامستر. بس للأرنب أكتر. والهامستر. هيا زكي، إزاي المفروض هنزل؟ ها؟ هو أكبر، عشان كده المساحة بتاعته أكبر. ها؟ إحنا نسينا السلم. العجلة شيء أساسي لكل هامستر. شوية ديكورات وهتبقى لطيفة. أوه.
هيحس براحة أكتر كده. أنت مش بتتعب؟ إيه رأيك في راحة؟ لا، أنا هكمل تمرين، هقوي عضلاتي بعد كده هقدر أحطكم كلكم في فاض. أنت مضحك قوي. تفتكري فاهم؟ طبعاً. أيوة، وأنا بكلم الأرنب. إيه أخبارك؟ كله قرب يخلص. هو بيتنمر عليا، أنا مش عارف أستخبى فين. الموضوع مش كده. الإهانة مش هي الحل. بس هو بيكد. أنتوا محتاجين تفترقوا عن بعض. أيوة، أنت انتهيت يا همستر يا بخيل. أنت كرهت إني قابلتك. مفيش قلق، الموضوع مش هيطول. لا مش أنا، أنا الضحية في الموقف ده. في مدير واحد بس في القفص ده، أنا الوحيد. أنت مش هتهرب بعملتك دي يا صاحب الودان الكبيرة. واو، كده حلو. هنسيبهم الاثنين. اوكي، احنا عملنا شغل هايل. ايوه فعلا كويس، عشان الارنب هيكون كويس دلوقتي. والهامستر. شوفي، تقدري تلعبي معاه بره القفص. مش مشكله، الهامستر كمان ممكن يتمشى. الوضع قرب يبقى مضحك. انا عارفه انك عايز تهرب، بس لو سمحت بلاش، وانت هتاخد سناك. اتفقنا. بجد؟ طبعا. شايف كل حاجة؟ عمركم ما تثقوا في هامستر. مين البطل؟ انت. يلا بينا نجري. يلا. هامستر. أرنب. هامستر. أرنب. هامستر. أرنب لسه رقم واحد. هو اسمه إيه؟ اسمه شباب، هنلاقوا تحت هنا. المفروض نسمي الأرنب إيه؟ لازم أعترف، أنت مش وحش قوي كده مقارنة بيهم. ولا أنت مقارنة بأندي. هيا، أنت عايز هدنة ولا إيه؟ في الوقت الحالي. في الحقيقة أنا بحب الحيوانات كلها. وأنا كمان. وأنا بحب نفسي. أنا هدمركم كلكم. بيتهيألي كل الحيوانات لطيفة بطريقتها. أنا سعيدة إن إحنا اتصالحنا. حيواناتنا الأليفة هيفضلوا معانا عشان جهودنا المشتركة. والبيت طلع شكله رائع. أي حيوان أليف هيحب يعيش فيه. Mm-hmm.
دلوقتي كمان نقدر نجيب حيوانات أليفة أكتر. لسه في حاجة ناقصة. شغل هايل. شغاله.